النهارده عامله لك فطار تحفه هو فين دي؟ او شاي وبسكوت. متحبوش؟ يعني شاي وبسكوت مش هتاكله؟ هاكل وحش يعني الفطار؟ بس المطبق ده يتعمل فيها مش عايزه اقول لك هعمل فيها ايه. هتعمل فيها اقول لك لا ما تقولي. هتاكل ولا لا؟ امتى اللي انا هعمله تعملها ايه؟ بسكوت وايه؟ بسكوت وشاي كده يعني؟ ازاي في المطبقية؟ والله مش بقى شوية لبن بقبل مرة بحبش اللبن. بص يا عبد الله، احنا هنجيب البسكوتة كده. المونيكير بتاعي رايح، ينفع اروح احط مونيكير واجي؟ يلا يا عم هنحط كده 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 اهو ماشي. هنجيب الشاي ونعمل ايه؟ كبا عليه بس حط كمان بكو بسكوت عليه كده ونعمله كده زي البيبي وانا اكله. بصوا يا جماعة، دي الاكلة المفضلة الى قلبي. انا مش عارفة في حد كده ولا انا. كنت بتتريق؟ ها؟ مش كنت بتتريق؟ مش فاهم. واللي في ايدك دي ايه؟ بسكوكة. طب حطيتها في الشاي؟ اقسم بالله. مكتوبة يعني؟ ها؟ بتسقسق. يا جماعة شوفوا يا جماعة، دي اكلتي المفضلة. وعلى فكرة عبد الله بيعمل كده بس هو مش عايزني اقول لكم، بس انا قلت لكم اعملها ما تتكسفش. بعمل ايه؟ هاكم الاكل عادي. بعمل ايه؟ اللي انت هتعمل. والله العظيم اقسم بالله يا جماعة، عبد الله هيعمل نفس المنظر ده اهو اول ما اقفل الكاميرا. ايه من كده كلت كده كلت. هات بقى انت كده كلت. هات بس مفيش شاي ومفيش حاجه طالما انت كده كلت. يلا يلا انت كده كلت. لا طبعا يا جماعه، بعد ما فاجئت عبد الله بالفطار الحلو ده قررت ان انا اقوم اعمل له قهوه، لان احنا عندنا لازم نفطر الاول وبعدين نشرب القهوه. انا اوقات كتير ببقى اول ما بصحى عايزه اشرب قهوه، بس عبد الله مش بيرضى ويفضل يزعق لي وكده. وهنا بقى شغلت القرآن وشغلت بخور كده، ولعت على بخور. بجد يا جماعة الموضوع ده بيفرق جدا جدا، حلو قوي، اللي هو بحس براحة نفسية قوي. وطبعا كنت قلت لكم قبل كده ان انا في روتين يومي ان انا لازم اقوم اروق اوضتي وافتح الشباك، وغيرت السرير وشغلت بخور بقى وسايبه الاوضه تتهوى كده، وبحس ان الشقه بتتنفس قوي. ده كان شكل الاوضه بعد ما خلصتها. لو انتوا بتحبوا روتينات التنظيف اللي بعمل فيها قولوا لي وهعملها لكم. وقمت كان في غسيل طبعا لميته بقى. طبعا قلت لكم قبل كده انا بحب انشر وبحب اغسل المواعين وبحب الم الغسيل، بس اكتر حاجه بكرهها ان انا اطبق الغسيل. هنا بقى كنت خلاص لميت الغسيل وقمت اشوف بقى هطبخ ايه النهارده. هعمل النهارده سمك مقلي. تعالوا نشوف الطريقة بتاعت السمك المقلي. طبعا هو سهل جدا. هنا كنت انا بحضر التتبيلة بتاعت السمك. ده توم. التوم ده قلت لكم ان ماما عامله لي، فانا بستعمله من اول ما اتجوزت. هحط توم. عامة السمك بيبقى عاوز توم كتير وشطة وتتبيلة، يعني لو تتبيلتي السمك حلوة تبقى تمام. دي هرسه الشطه اللي كنت صورتها لكم قبل كده وعبد الله بيعملها لي. حطيت معلقتين صغننين بس كده عشان السمك ما يبقاش حر قوي، لان عبد الله بيتضايق جدا من الاكل الحار. بس لازم طبعا اعمل التاتش بتاعي ده، لازم انتوا عارفيني. هنا بقى احط البهارات بتاعته. السمك بيتحط عليه اللي هو التوم وهرسه الشطه دي، ودي حاجه اختياريه مش حاجه اكيد يعني. وتحطي ملح وكمون وشطه برضو تاني لو انت عاوزه تحطي، بس انا ما كنتش حطيت بقى هنا ملح. السمك بقى عاوز كمون كتير. طبعا انا بعمل التتبيله وبقول يا رب تقضي، لان انا كل ما بعمله بحس ان بعمل التتبيله حبه صغننين. بس يا جماعه كده قلبتهم اهو على بعض. هنا كنت حاسه ان هو محتاج كمون تاني فحطيت الكمون.
جماعة قولولي انتوا بتقولوا السمك بالدقيق ولا من غير دقيق؟ لان دي حاجة اختيارية. انا مرة عملته من غير دقيق، لزق مني حسيته اتهرت كده مني، فلو ما كررتهاش تاني. هنا بقى فتحت السمكة وهبدأ احط التتبيلة. بصوا يا جماعة، انا بقطع السمكة حتة كده من النص، من قدام ومن ورا، علشان احط فيها التتبيلة، بحس ان التتبيلة تدخل في السمك كويس جدا. طبعا انا اول حاجة عملتها انا تبلت السمك، لان انا مش يعني مش اول ما بتبله بقوم قليه على طول، لا انا بحب اسيبه شوية في التتبيلة، يعني بسيبه على يعني وقت طويل جدا. يعني مثلا لما عبد الله يقول لي انا جاي في الطريق، يعني انا اول ما اجي ادخل المطبخ اتبله واسيبه. عبد الله كلمني مثلا قال لي حضري الاكل كده، بقوم داخله بقى قالية السمك، وهو عبد الله اصلا هو طالع كمان على السلم. بحب جدا اسيب السمك في التتبيله اكتر وقت ممكن. هنا كانت التتبيله خلصت مني كالعاده. انا يا جماعه ما بعرفش اظبط المقادير كويس، فلازم هعملها تاني. كان في سمكه اخيره، فهعمل تتبيله صغيره بس كده على قد السمكه، واحط برضو التتبيلة، الثوم وهرسة الشطة والكمون والملح وبس اللي انا حطيته. هقلبهم تاني في بعض وهتبل السمكة الأخيرة. بس كده احنا يبقى احنا كده خلصنا تتبيلة السمك. هسيبه بقى براحته خالص، لو ما عبد الله يقرب هقوم اعمله، هقوم اقليه على طول. بس كده بس ده كان شكل السمك بعد ما اتبل. قولوا لي ايه رايكم. هسيبه بقى هنا. طبعا طبعا مسرع الفيديو، كان عبد الله قال لي ان هو جاي، فقمت بسرعه بقى اللي هو هعمله في الدقيق. بس كده هعمله بالدقيق. في ناس بتحب تقليه من غير دقيق، يعني انا مامتي بتعمله من غير دقيق، وبجد بيبقى مظبوط منها جدا، بجد بيبقى حلو قوي من ماما. انا ما عملته مره من غير دقيق ما ظبطش معايا، فمش عارفه ليه. فانا انا كنت عماله اعمله بالدقيق، بحب اقول شكل السمك وهو في الدقيق كده. قولولي انت بتعملوه كده، وقولولي بتحبوا اكتر نوع سمك ايه. انا عامه بحب جميع انواع السمك، انا وعبد الله بنحب السمك جدا. بصوا بصراحه يا جماعه، بحس ان هي اكله سهله قوي قوي بجد، اللي هو حتى في الجمبري والحاجات دي كلها، انا بحب الاكلات دي، بحس ان هي حلوه وفي نفس الوقت سهله وسريعه. يعني انا يا دوبك بس تبلت السمك وخرجت خلصت اللي ورايا، ولما عبد الله قال لي ان هو جاي قمت قليت السمك. يعني حاجه سهله قوي، ان انا حبيت قوي كده. عملته مره اول ما اتجوزت بس، وكنت هصوره لكم، بس انا عملته من غير دقيق فما كانش مظبوط مني. طبعا السمك المقلي معروف جدا ان هو بيتاكل برز صياديه، وفي ناس بتاكله ساعات برز بشعريه، بس انا بحب السمك المقلي برز صياديه. السمك المشوي رز ابيض او رز مثلا بشعريه، مش عارفه ليه بحس ان في طقوس معينه عندي للاكل. بحس بكده. عبد الله عادي، انا لا انا كل حاجه ولها حاجه، اللي هو ما تلخبطنيش، انا متعوده اكل كده مع كده، ما تلخبطنيش. هنا طبعا حطيت بصله، طبعا انا عامله البصله صغيره جدا لان انا هعمل رز على قد انا وعبد الله بس. بصوا يا جماعه، بسيب لما البصله تتحرق خالص، لان انا كل مره بخاف اللي هو تتحرق، واعملها مثلا لما تبقى نص حرقه ما تطلعش مني بني بني يعني. بس كده وحطيت الميه بقى، المية غلت خلاص كده، هقوم حاطه الرز وهغطي عليه بقى وهسيبه مع نفسه. انا يا جماعه عبد الله بيحب جدا، عارفين انتوا لما الرز يلزق في الحله اللي هي اسمها حكاكه، يعني مش عارفه انتوا عارفينها ولا لا. عبد الله بيحبها، عبد الله بيحبها مع السمك المقلي. يعني عبد الله يقول لي اعملي الرز وسيبيه، يعني سيبيه خالص لحد ما تلاقيه لزق في الحله من تحت، اقفلي، اللي هو بيحب قوي اللازق تحت ده. فعبد الله بيحبها قوي، فانا سبت بقى الرز ووطيت عليه وسبته بقى ايه براحته خالص لحد ما لقيته لزق في الحله زي ما عبد الله بيحبه، وخلاص. هنا بقى كنت حطيت الزيت وهسيبه ان هو يسخن كويس جدا، وهحط السمك. الله عليا، والله يا جماعه انا شايفه يا جماعه في نفسي، والله يا جماعه انا قبل ما اتجوز انا تقريبا ما كنتش بدخل المطبخ خالص، حتى انا كنت معرفه عبد الله ان انا ما بدخلش المطبخ خالص،
لو ما اعرفش اعمل حاجه. سبحان الله بجد، يعني عبد الله حبيب اكلي، ولو بصراحه لما بدخل اعمل حاجه بحسها مظبوطه، فانا فرحانه جدا بكده، يعني اللي هو مبسوطه ان هو حبيب اكلي، ومبسوطه ان انا لما بيخليني اعمل حاجه بتنجح مني، لو فرحانه جدا وهو مبسوط من الاكل بتاعي، اللي هو بحس بانجاز كبير كده. والله يا جماعه انا دلوقتي بقى انجازاتي ان انا اعمل اكله حلوه، ان انا انضف الشقه، ان انا ميبقاش ورايا حاجه، دي بقت انجازاتي في الحياه دلوقتي. حتى اللي هو انا ببقى نايمه بحلم انا هقوم اعمل ايه بكره، انتوا كده ولا لا؟ هنا بقى كنت قلبت السمكه على الناحيه التانية، شايفين يا جماعه لونه؟ والله يا جماعه انا جامده يا جماعه في نفسي. بحب قوي السمك يبقى باللون الاورنج اللي انتوا شايفينه ده. لما بعمله بقى، لما المره اللي فاتت لما عملته من غير دقيق ما كانش عاطيني اللون ده، واول اول مقلايه، يعني اول مره تحط السمك في الزيت بيدي لون جميل كده. تاني مقلايه بقى بحس ان هو بدا يغمق شويه، اللي هو اكيد انا مش كل شويه اغير الزيت يعني على حضرتك. يعني قولوا لي ايه رايكم في لونه ورايكم في شكل السمك، هتلاقوني عماله اضغط عليك كده، لان انا عندي عقده ان الحاجه ما تستويش من جوه. ايه مره كنت عملت بانيه قبل ما اتجوز، واللي هو حمرته وكان شكلها حلو قوي، بس لقيتها من جوه مش مستويه، فمن يومها وانا متعقده جدا، فلازم افضل اضغط على حاجه كده اللي هو اتاكد. ولو كنت عاوزه اوطي، بس ماما قالت لي السمك لو وطيت عليها هيتهرد منك، فهنا كان خلاص السمك استوى بقى ومن جوه واتحمر، فهشيل واحط السمك التاني. السمك التاني مش هيدي نفس اللون بتاع المقلاية الاولانية، هتلاقوه اغمق شوية. فانا هنا كنت حطيت بقى اخر سمكتين. اكتر حاجة بكرهها ان بحس ان البوتاجاز بيقعد ينقط الزيت ده، بتضايق جدا من المنظر ده. لو انا بقول لكم الفيديو شايفة المنظر متضايق، عايزة اقوم اعمل البوتاجاز. قولوا لي يا جماعه انتوا بتحبوا اكلات السمك ولا لا، وايه اكتر اكله بتحبوها، وايه اكتر نوع سمك بتحبوه؟ اكتبوا لي في الكومنتات اكتر حاجه بتحبوها ايه، وقولوا لي لو في وصفه سمك عاوزين نعملها لكم. قولوا لي لو انتوا تعرفوا في وصفه اسمها سمك الصياديه، مش عارفه في حد هنا عارفه ولا لا، قولوا لي في الكومنتات انتوا عارفينه ولا لا، لان انا نفسي فيها جدا ونفسي اعملها، بس مش عارفه انتوا هتبقوا عارفينها ولا لا. شايفين يا جماعه الزيت بدا يغمق معايا، انا مش عارفه ايه الحركه دي حصلت. ماما بقى يا جماعه بتعمل ايه؟ انا افتكرت الحاجه دي بعد ما خلصت السمك. ماما بتجيب ليمونه تحطها في الزيت، ده كان شكل الاكل النهائي. إيه ده كان شكل السمك بقى، قولوا لي ايه رايكم. كان عندي طماطم بس وكانش عندي بقيه السلطه، فحملتها بالمنظر ده. و اهو الرز ده عبد الله بيحبه كده، والله يا جماعه ده عبد الله بيعملكوا باي باي. هنا بقى قمت ادلع عبد الله شويه. بصوا يا جماعه، ام علي دي طواجن جاهزه من السوبر ماركت، بتقول انا عاوزه طاجن ام علي، بيجيبوها لك بيحط لك فيها كيسه المكسرات وكيسه الجوز وكل حاجه ام علي، بيحطها لك جوه الطاجن في اكياس. فانا جبتها اللي هو انا اعملها حاجه سهله كده وسريعه، وصورت لكم وانا بعملها. انا بحب افرغ الاكياس بس في الطاجن، هي بتيجي بالطاجن بتاعها وبكب عليها اللبن وبس. وهنا كان في حته قشطه في اللبن، سبتها تنزل في الطاجن، والطاجن ده هديها لعبد الله، انا ما بحبش القشطه خالص بجد. انا حطيت فيه التاني كمان مش هاكلها اصلا. إيه ده كان نهايه بجد يا جماعه، القشطه اصلا ما بانتش في الطاجن فكلتها اصلا. وعبد الله كان حاط لي حبه عسل، عبد الله مش عارف ليه بيحب ياكلني عسل كتير قوي، عبد الله بيقول العسل الشفا لكل حاجه. وعملت برضو عملت كريم كراميل، بجيب برضو الكيس جاهز للبنات اللي لسه عرايس اللي مش هيعرفوا يعملوا المكونات، انا ما بعرفش، فبجيب كل حاجه جاهزه. بحط اللبن وبحط على، شوفي انت هتحطي كام كيس كريم كراميل، انا حطيت كيس على قد انا وعبد الله، وحطيت لبن، هو كان لتر اللبن، عملت بيه الكريم كراميل وعملت بيهم معاليه، وعملت جيلي بس مش عارفه هو ليه ما اتصورش معايا، فانا مش عارفه. هو الجيلي بتجيبي الكيس وبتحط كوبايه ميه بارده وكوبايه ميه سخنه وبتحطيه وتفضلي تقلبي وتحطيه في التلاجة. والكريم كراميل نفس الموضوع كمان. هنا بقى حطيت اللبن والكريم كراميل، ولما لقيته تقل شويه فرغته في الاطباق دي. الكيس عامل معايا 3 اطباق بالظبط، لان على فكره الطبق ده مش صغير زي ما انتم شايفينه في التصوير، هو كبير وغويط من جوه فبياخد كميه حلوه يعني. بس ده كان الشكل النهائي للطاجن، وده كان الكريم كراميل، قولوا لي ايه رايكم فيه.
كان طعمه حلو جدا، وده الجيلي بس مش عارفه ليه هو ما اتصورش. هو عامل معايا المطبايه دي غويطه فبتاخد كميه. ده كان الشكل النهائي، وحاجه سهله وبسيطه ومش غاليه، وعملت يعتبر حق زي حلويات لجوزي يعني.